السلام عليكم. سميتي عبد العالي. كنت تكون في السلقة وقعت لي واحد الاكسيدا وما عنديش انا ممكن تساعدوني هاد الشيء اللي كاين. شكرا. واش السبيطار اللي مشيتي ليه تاع سيفي ما قبلوكش؟ محمد السادس. محمد السادس عندك الورقة؟ الورقة هي اييه. دخلوك ولا ما دخلوكش؟ دخل شافني الطبيب قال لي هكا 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 وصافي وخرجوك. قال لي تجيب التصويرة. قال لي خصك دير التصويرة. ما عنديش انا فلوس باش ندير التصويرة. ستين درهم ما عنديش وانا نخرج بقيت تما من 9 الصباح حتى 8 د العشية ما لقيتش اللي يهزني. جا واحد جوج دراري مساكن انا عفوا ما تعرفوني هزوني هكا حطوني في الباب ندير السبيطار. وجا واحد السيد عاوتاني طرطو هزني بالموتور حتى عند الطاكسي. عند الطاكسي جبتيتو ب 30 درهم باش جابني حتى لحظة المعاش. قلت له صاحب واحد السيد صاحبي عنده كرمشة كرمشة دار معاشو هزني جابني حتى لهنا. أيوا وهزني عاوتاني بيدي تحتني في هاد الشيء اللي كنعس فيا اللي ما كتشوفش. هادو مانطاجي عطاو لي الجيران. هادو خدامي عطاو لي الجيران. إوا هادشي اللي كاين ما زدت ما نقصتش. إوا إن شاء الله يكون خير.